واحد المره كنت كنشرف على محترف ديال المسرح في مكناس، وبقيت كنهضر ليهم على الحكايه والمسرح، وقلت لهم واش كاين اللي عندهم جداته كتعيش معاه. انا تفائلت لما قال لي واحد الوليد راه كاينه جداتي اذا داك الهضره اللي كنقولوا باللي راه ما بقاش ديك العائله كبيره كيتجمعوا الوليدات الاحفاد والجده كتبدا تحكي لهم في شي بيت كبير كيتصافوا فيه الوليدات كينعسوه وكتبقى تحكي لهم. انا ملي قال لي الوليد راه جداتي عايشه معنا لقيت المساله عجبتني وقلت له ايه وكتحكي لكم، قال لي لا حتى هي كتبقى تتبع المسلسلات وما كتحكي لناش. للاسف حتى هذيك الساعه كان المسلسل المكسيكيه واحد الوقت، اذا حتى هذه الجده اللي هي المفروض انها تعطي لي شحال ديال التراث والحكايه الشفهيه حتى هي ولات مشغوله، هي اجتاحت هذه التكنولوجيا.